السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم كيك يومي بمذاق القهوه، كيوجد فوق قصير وكيجي بنين وكيجي قطني. يمكن لكم تحضروه يوميا، واللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا اعجاب الفيديو وتبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده ان شاء الله. هذا الكيك هذا كيجي قطني وكيجي كما كتشوفوا خفيف من الداخل وكيجي رائع جدا. هنا عطيتكم جوج صور على حسب التزيين كيف ما بغيتوا تزينوه غادي تزينوه. بقاو معايا تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير باذن الله. بالنسبه للمقادير هنا غادي نحتاجوا ثلاثة ديال البيضات يكونوا بحراره المطبخ، ضروري يكونوا بحراره المطبخ ما يكونوش في الثلاجه باش الكيكه تطلع مزيان. غادي نحتاجوا هنايا كاس ديال السكر سنيده كما كتشوفوا، سنيده من الافضل ديما تخدموا بسنيده اللي كتكون رقيقه. كاس ديال الزيت، غادي نحتاج هنا كاس ديال الماء طايب، دائما كاس ديال العنبه ذوبت فيه جوج معالق ديال النسكافي ومعلقه كبيره ديال الشوكولاط ديال الدان. انا درت هذا الشوكولاط هذا، ديروا اي شوكولاط كان عندكم، الا ما كانش عندكم راه كتستغناو عليه. بالنسبه الا كان عندكم قهوه معصره ديروا كاس ديال القهوه معصره وخلطوا معاه معلقه ديال الشوكولاط. عندي معلقه كبيره ديال الكاكاو البني، عندي الدقيق حسب الخليط غادي نعبر لكم بالكاس، وعندي جوج خمارات من فئه 8 غرام. هنا الكيك غادي نديرو في الخلاط الكهربائي. كناخذ هنا الكاس ديال الخلاط كندير فيه كاس ديال السكر سنيده مع داك كاس ديال القهوه من بعد ما برد باش ما يطيبش لنا البيض. غادي نزيد هنا ثلاثه ديال البيضات اللي كنزيدهم حبه بحبه باش ما تكونش شي حبه خاسره وتخسر لنا الخليط. وضروري كما قلت لكم البيض يكون برا الثلاجه، ما ديروش البيض في الثلاجه راه ما غاديش تطلع لكم الكيكه. صافي كندير هنايا قبصه ملح كتبقى اختياريه، هي كتعدل لنا الذوق. وغادي ندير معلقه ديال الخل اللي نسيت ما ذكرتهاش في المقادير، الخل كيطلع الكيكه مزيان. غادي نخلط هذا الخليط مزيان، غادي نطحنو حتى ينشجم الخليط وتطحن مزيان. غادي نزيد هنايا معلقه كبيره ديال الكاكاو، اولا ديري جوج صاشيات ديال الكاكاو البني، كنفضل انا الكاكاو البني كيكون حلو على الكاكاو الكحل. صافي هنايا غادي ناخذ كاس ديال العنبه غادي نعبر به الدقيق، غادي نعبر هنا كاس الاول غادي نزيدو على الخليط اللي عندي في الخلاط الكهربائي وغادي نطحن. غادي نطحن هذا الخليط مزيان حتى يتطحن. صافي غادي ناخذ واحد الاناء فاش غادي نخدم، غادي نفرغ فيه داك الخليط، لان الا زدت الدقيق على المونينيكس ما غاديش تقدر تطحنوا ليا مزيان. صافي هنايا كما كتشوفوا الخليط اللي حصلت عليه كيكون خفيف بحال هكا. غادي نخبي داك الخليط كامل في داك الاناء. صافي وغادي نعبر لكم الدقيق اللي غادي يدخل ليا الكيكه كامله. صافي هنايا في الاول درنا كاس ديال العنبه، هنا غادي نزيدو كاس ثاني. كل كاس ديال العنبه راه كيعبر 100 غرام. صافي هنايا غادي نخلط الخليط مزيان تندخل داك كاس ثاني، عاد غادي نزيد كاس الثالث. ولا قلت لكم كاس الثالث الا كانت النوعيه ديال الدقيق كتشرب غياخذ لكم الخليط غير جوج كيسان ونص، الا كانت نوعيه جيده راه غتاخذ لكم ثلاثه الكيسان كما دخلت لي انا هنايا. هنا بالنسبه لكاس الثالث كما شفتوا معايا كنضيفوا شويه بشويه، ما كنضيفوش دقه واحده باش ما يجينيش الخليط ثقيل، وخصوصا الا كانت نوعيه ديال الدقيق ماشي ديال الحلويات. صافي هنا كنضيف الدقيق شويه بشويه وانا كنشوف القوام ديال الخليط كيف داير. دائما لي كيك ديال الشوكولاته ولا ديال الكاكاو كنخليو القوام ديالهم يكون خفيف شويه، لان كنديرو كاكاو وكاكاو كما كتعرفوا راه كيشرب. صافي هنايا زدت جوج خمارات من فئه 8 غرام وغادي نخلط هذا الخليط حتى ينسجم. هنايا الخليط خدا ليا 3 الكيسان ديال العنبه ما يعادل 300 غرام الا درتو الدقيق بالعبار، وانا الدقيق اللي استعملت ديال الحلويات. الا كان عندكم يعني الدقيق ديال العبار غدير غير جوج كيسان ونص ديال الدقيق فقط. صافي كنحصلوا على القوام ديال الكيك اللي كيكون طلق راسو كما شفتوا معايا. صافي هنا خديت واحد المول اللي في القطر ديالو 26 سنتيم، دهنته بالزبده، رشيته بالدقيق اللي مخلط مع الكاكاو باش ما تشكلش عندي الطبقه البيضاء فوق الكيك. كتخلطوا الدقيق مع الكاكاو عاد كترشوا به المول ديالكم. كنهز الخليط كنهز يدي الفوق عاد كنخوي الخليط باش يتفرغ منه داك الهواء باش تجيني الكيكه من فوقها. صافي الكيكه غادي ندخلها للفران عاد كنشعل عليها العافيه مهيله، كنخليها 45 دقيقه. كندخل فيها واحد
كوغدوم اللي كيخرج ناشف كنعرفها طابت. صافي هنا ملي درتها في الفران غادي نصيب واحد السيرو باش غادي نسقيها من بعد ما نخرجها. كان السيرو كندير فيه معلقه ديال نسكافي، جوج معالق ديال الشكلاط ديال الدهن والماء طايب. صافي كنخلط هذا الخليط مزيان وغادي نخليه يبرد على ما نخرج الكيكه من الفران. الا ما كانش عندكم الكيكه، الا ما كانش عندكم عفوا الشكلاط ديال الدهن، كديروا غير نسكافي والسكر. صافي هنايا كما كتشوفوا الكيكه ديالي ملي طلعت درتها في الفران طابت 45 دقيقه. صافي خرجتها ما شعلتش عليها الفوق لان صافي طابت. كناخذ ديك الكيكه نحرك المول باش نتاكد انها ما لصقاتش. من بعد كناخذ واحد العود ديال الشوا كنحاول نثقبها كامله، عاد كنسقيها بديك السقوه من بعد ما تبرد. كما شفتوا معايا السقوه فاش بردات ولات ثقيله ما بقاتش خفيفه. صافي غادي نسقي بها داك الكيك كامل. وبالنسبه للسقوه، يا اما السقوه تكون بارده والكيك يكون سخون، اولا الكيكه تكون بارده والسقوه تكون سخونه باش يشرب عليكم الكيك. صافي هنايا غادي نحاول نسقي بداك الكاس. بالنسبه للكاس باش عبرت السقوه راه كياخذ كاس ونص ديال العنبه. صافي هنايا كنعاود نتقب من بعد ما نسقي باش ديك السقوه تدخل ليا وسط من الكيك. وهنايا غادي تصوروا كيفاش غيجي هذا الكيك وهو مسقي بمذاق القهوه. فعلا يستحق التجربه، ماشي كنشكرو ولكن فعلا كيجي زوين. صافي هنايا غادي نقلبو، انا غادي نزينو من جهه المول اللي عفوا من اللور ديال المول، وانتما كيبقى لكم التزيين اختياري. صافي خديت هنايا الشكلاط ابيض والشكلاط كحل اللي ذوبتهم، غادي ندير بهم الزيكزاك بهذه الطريقه هذه باش يجيني الديكور مختلف. صافي كندير الزيكزاك بالشكلاط ابيض من بعد الشكلاط كحل وكنرجع عاوتاني ندير الزيكزاك بالشكلاط ابيض كنخلف بيناتهم باش يجيوني دوك الخطوط باينين. بالنسبه لديك الطبقه اللي شفتو فوق الكيك راه ماشي محروق، غير ديك الطبقه ديال الكاكاو اللي خلطنا مع الدقيق ورشينا به المول. صافي هنايا رشيت شويه ديال الكاكاو كونكاستي اللي محمر. صافي وغادي ندير الفوق الفرومبواز، يعني التزيين راه كيبقى اختياري. وهكا الكيكه كما كتشوفوا الحجم ديالها كيجي طالع، وفقط راه ثلاثه البيضات يعني مقادير بسيطه جدا. وهاد الكيكه هادي راه نفس المقادير غير التزيين اللي مختلف، هادي زينتها بالكراميل مع شويه ديال كاوكاو كونكاسي. فقط كاقتراح باش تشوفوا معايا التزيين، يمكن لكم ديروا اي طريقه بغيتو نتوما. وهاد الصوره الثانيه زينتها من الفوق ما قلبتش المول. صافي هنايا غادي نقطع لكم كما كتشوفوا غرف التقطيعه ديال الموس راه كتبان اسفنجيه، ما مزربه لا فيديو لا والو. كما كتشوفوا معايا غرف التقطيعه ديال الموس غادي تبان لكم، وطريقتها كامله ومقادير ديالها غيوريكم كيفاش غتجي الكيكه. وما تنساونيش من الاعجاب ديالكم للفيديو والتعاليق ديالكم الزوينه اللي كيشجعوني باش نزيد نحط لكم فيديوهات اخرين ونتشجع ونبقى نحط لكم الفيديوهات اخرين ان شاء الله. يلا غادي نخليكم مع الصور ديال الفيديو، خليتكم على خير الفيديو القادم باذن الله. السلام عليكم.